بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في منظمة MATW الآن متواجدون أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. يعني كما تشاهدون قبل قليل تم قصف هذا المكان من قبل الاحتلال. يعني اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر لعام 2023، اليوم 28 على التوالي، ما زلنا في منظمة MATW متواجدون في الميدان. يعني كنا وقت الحادثة ووقت القصف في هذا المكان أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى، وأصبح الكثير يبكي، كان الكثير من المارة وكذلك من النازحين والمشردين هنا في هذا المكان. تم قصف عدد كبير من سيارات الإسعاف، كان بداخلها عدد كبير من الجرحى، سيتم كان نقلهم إلى مكان آخر. يعني كما تشاهدون حتى في هذه اللحظات ما زال الكثير من الجرحى يتوافدون إلى هذا المكان في هذا الوقت الذروة. يعني للأمانة الوضع صعب للغاية، لأول مرة يتم قصف يعني داخل المجمع الشفاء الطبي. يعني حتى هذه السيارة يعني تم كذلك استهدافها أمام البوابة مع سيارات الإسعاف. يعني نحن في منظمة MATW يعني شاهدنا هذا المكان، وكان بداخله سيدتين، يعني كان داخل هذه السيارة. للأمانة يعني كان الوضع